ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنروح واحد من اجمل القصور اللي في مصر، وهو قصر عابدين. قصر عابدين واحد من القصور اللي عاشت فيه اسرة محمد علي. بجد انا متحمسة جدا للقصر ده، فيلا بينا. قصر عابدين هو واحد من أهم وأشهر القصور اللي اتبنت في عهد أسرة محمد علي. سيسو الخديوي إسماعيل عشان يستقبل فيه ضيوف حفل افتتاح قناة السويس. افتكروا ليه بقى القصر ده اسمه قصر عابدين؟ الخديوي إسماعيل لما قرر إنه يعمل القصر كان عايز مكان مميز يبقى في نص البلد، فاختار المكان ده. في الأرض الكبيرة دي كان في قصر صغير بتاع أحد القادة العسكريين اسمه عابدين، ووافق يبيع له القصر ده بشرط إن القصر اللي يتبني يتسمى بقصر عابدين، وعشان كده اسمه قصر عابدين. بناء القصر ده أخد 10 سنين، والمهندسين ملحقوش يخلصوا القصر قبل الافتتاح، فبالتالي ما قدروش يستقبلوا الضيوف فيه. القصر فيه 500 أوضة، وللأسف الأوض دي مش مفتوحة دايما، فلازم يتعمل بعض الإجراءات عشان تقدروا تاخدوا جولة في الأوض دي. وفيه 5 متاحف مختلفين جدا عن بعض، ودي اللي النهاردة هناخد جولة فيها. ونبدأ بمتحف الأسلحة اللي بيضم مجموعة كبيرة جدا من الأسلحة. وأول حاجة بتشد انتباهنا لما بندخل المتحف ده هي اللوحة الكبيرة دي اللي بتمثل الحرب بين ألمانيا وفرنسا، واللي بتكون فيها ألمانيا المنتصرة، ومع ذلك فاللي رسمها فرنسي. نيجي بقى للنصب التذكاري ده، وهو للإمبراطور الألماني فريدريك، واحد تاني مشابه ليه لمحمد علي. يبقى الأكتر قطعة دهشتني وهو المسدس الصغنون ده، هو حرفيا في حجم الأصبع كده، وده بقى مسدس الملك فاروق. ده بقى أجمل سيف بالنسبة لي في المتحف كله. السيف ده لتتويج الأباطرة الروسيين، مرصع بالأحجار الكريمة، واشتراه الملك فاروق من مزاد. المسدس ده مميز بأنه يقدر يشيل 35 طلقة. أهل متحف المقتنيات الملكية، دي شيشة الملك فاروق، ودي بعض علب السجاير، دي بقى عصيان وبيبقى من جواها سلاح. بعض المقتنيات الشخصية اللي كانوا بيستخدموها، ده بقى حزام رصاص من الذهب قدمه الملك عبد العزيز آل السعود للملك فاروق. بقى خزانة مميزة جدا، لأن لو حد فتحها بطريقة غلط غير صاحبها بيطلع المسدسات دي وتصيبه فورا. يبقى القاعة الأوسمة، والقاعة دي بتضم أوسمة من 45 دولة. لوحة مقدمة من الجماعة الماسونيين، فأنا مش فاهمة ازاي بصراحة، بس هي مقدمة منهم. فقلت اكتشفت ان الماسونية دي كانت حاجة عادية جدا في مصر زمان وكانت موجودة. لما يعرفش ايه هي الماسونية، فهي مجموعة من عبدة الشيطان. دي بقى بعض الأوسمة المقدمة من دول مختلفة حوالين العالم. متحف رئاسة الجمهورية، أول لما بندخل بنلاقي مجسم للمسجد النبوي الشريف، والمجسم ده مميز بأنه بيحفظ الشكل القديم للمسجد قبل تجديده. برضو من القطع المميزة التاج ده، وكان مقدم من كوريا الجنوبية.
متحف مقسم لقاعات، ولكل قاعة فيها هدايا مقدمة لرؤساء مصر. نبدأ بقاعة الرئيس عبد الفتاح السيسي. دي كانت ترابيزة معمولة على شكل قارة أفريقيا، وده كان جذع نخلة ومعمول بالشكل ده ومنحوت بدقة عالية جدا زي ما انتوا شايفين. وده كان قميص مقدم من اللاعب محمد صلاح. الهدية دي كانت مقدمة من المملكة العربية السعودية، هي والسيوف دي. دي كانت هدية مصرية فرعونية مقدمة من الرئيس الروسي، لو أنا مش فاهمة إزاي. نروح بقى للقاعة التانية، وهي قاعة الرئيس محمد مرسي وعدلي منصور. والقاعة دي بما إنهم حكموا فترة قصيرة فحطينهم في نفس القاعة. ده بقى القسم الخاص بالرئيس حسني مبارك، ودي كانت نخلة من الذهب مقدمة من الإمارات. دي خوذة ساموراي من اليابان. يجي بقى المتحف الوثائق، والمتحف ده بيضم أهم الوثائق عبر التاريخ. نيجي بقى المتحف الفضيات، والمتحف ده كان بيعرض الأدوات والأواني والتحف اللي كانوا بيستخدموها في أسرة محمد علي. وهنا بيعرض أطقم من الصيني، وكل طقم من دول خاص لفرد من العيلة. الأواني دي من الفضة الخالصة، وفي منها مطلي بالذهب. هنا بيعرض الجاليه، وهو عبارة عن أزايز وفازات، ولكل قطعة منها شكل مفيش منه اتنين. هي أعمال نادرة من عمل الفنان إيميل جاليه. من القطع اللي شدت انتباهي في المتحف ده هو حامل الكؤوس ده اللي من الفضة والكريستال. بس كده، أتمنى تكونوا استمتعتوا بالفيديو زي ما أنا استمتعت بيه. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وباي باي.